ديفل ميك راي من اكتر العناوين المحبوبه بالنسبه للجيمرز كتير قوي. لما المطور نينجا ثيوري عمله في 2013 اللعبه باسم ديفل ميك راي بطلها اسمه دانتي، لكن ما كانش ليها اي علاقه بالقصه الاصليه، محبين اللعبه اصابوا بالاحباط جدا وهجموا اللعبه بعنف. فبغض النظر عن الجزء ده، كابكوم نزلت السنه دي الجزء الخامس الحقيقي من ديفل ميك راي باسم ديفل ميك راي 5 في عالم اللعبه الاصلي بالشخصيات الاصليه. الجزء ده جاب كل حاجة في عالم ديفل ميك راي تقريبا، فكل جزء من الاربع الاجزاء اللي فاتوا هتلاقي حاجة منه في الجزء الخامس، ودي حاجة عظيمة جدا لما تحس ان كل حاجة حواليك مألوفة. الوحوش شفناها قبل كده في الاجزاء القديمة، وكمان الاسلحة، وكمان من ناحية القصة لو انت ما لعبتش الاجزاء اللي فاتت من ديفل ميك راي مش هتفهم 3/4 قصة الجزء الخامس. لكن في فيديو جوه اللعبة بيشرح لك القصة بشكل كامل، فهم عاملين حساب اللاعبين الجداد عشان يقدروا يفهموا القصة، لكن في تفاصيل كتيرة جدا وتلميحات في كلام الشخصيات مش هيفهمها غير اللي عارف تفاصيل القصة كويس قوي ولعب الاجزاء القديمة تمعن شديد. كل الشخصيات الرئيسيه من الاربع اجزاء موجودين في الجزء ده، بالاضافه لشخصيه جديده اسمها في هنتكلم عنها بعد شويه. احداث اللعبه انا كنت فاكرها بعد احداث الجزء الثاني، لان ترتيب الاحداث في السلسله ملوش علاقه بترتيب الاجزاء، لان الجزء الثاني انتهى بدانتي راكب موتوسيكل ورايح الجحيم، وفي تريلر الجزء الخامس جابوا دانتي راكب موتوسيكل وراجع من مكان ما، فطبيعي نستنتج انها بعد الجزء الثاني، لان كده كده برضو الجزء الثاني هو اخر جزء من ناحيه القصه والاحداث. لكن بعد ما لعبت اللعبه اكتشفت ان هم تجاهلوا تماما نهايه الجزء الثاني، او يعتبروا تجاهلوا الجزء الثاني كله، واخدوا بس من قصة الجزء الثاني الجزء بتاع الفايت ما بين دانتي وماندس. في الفيديو اللي بشرح القصة بيوضح لك النقطة دي كويس، وبيأكد ان القصة انتهت بعد احداث الجزء الرابع وتجاهل تماما الجزء الثاني. ففي احداث اتلغت عشان يقدروا يعملوا الجزء الخامس، او احداث ترتيبها اتغير، ده هنعرفه ان شاء الله في الاجزاء اللي جاية. اللعبة بتبدأ بحدث مهم جدا في القصة وهو محور الاحداث كلها. بتبدأ اللعبة بنيرو، واول حاجة هتلاحظها طبعا ان ايده مقطوعة وحاطط مكانها ايد ميكانيكية، وراح يساعد دانتي وليدي وتريش عشان بيحاربوا ديمون قوي جدا. وفي وسط الفايت دي بيقابلوا في اللي كان بيساعدهم برضه. الجزء ده هو اول جزء في اللعبه القصه فيه تكون بالقوه دي، ويبقى ليها تاثير دائم على الشخصيات هيستمر في الاجزاء اللي جايه كمان. وفي نفس الوقت الشخصيات في الجزء ده محافظه على سماتها الرئيسيه اللي بتميزها، فكتير من تصرفاتهم هتكون متوقعه بالنسبه للاعبين القدام، واحتمال تكون مفاجاه جدا للجداد في اللعبه. اللاعبين الجداد معمول حسابهم بشكل كبير في اللعبه ومن كل الجوانب تقريبا، مش من ناحيه القصه بس. القصه متمحوره حوالين حدث معين من منظور ثلاث شخصيات ممكن تلعب بيهم، نيرو ودانتي وفي. فقبل كل مهمه اللعبه بتقول لك الوقت بتاعها واليوم، لان تسلسل مات ملوش علاقه بتسلسل الاحداث، لان احداث كتيره بتحصل بالتوازي مع بعضها، لكن من منظور شخصيات مختلفه. في بقى من الشخصيات المهمه جدا في قصه اللعبه، هو شخص جديد دانتي ونيرو مش عارفينه كويس، لكن هو عارفهم كويس قوي. هو انسان ما عندوش قدرات خاصه، لكن بيقدر يتحكم في طائر ونمر اسود من الجحيم، وبيقدر يستدعي وحوش تحارب بداله. نص اللعبه الاولاني هيخليك مش عارف مين هو، واحداث كتير هتكون مش واضحه ومبهمه. النص الثاني من اللعبه، اللعبه بتتحول 180 درجه من ناحيه حرفيا كل حاجه فيها. معروف جدا ان اول بوس فايت في اي جزء من ديفل ميك راي بتاخد منك يوم كامل، ما بتعملش فيه اي حاجه خالص غير انك تحاول وتحاول وتحاول. انما في الجزء الخامس الموضوع مش كده خالص، اول اربعه بوس فايت اللعبه هتديهم لك هديه على طبق من ذهب. مستويات الصعوبه المتاحه اللي هم اتنين بس في بدايه اللعبه، مستوى صعوبه اسمه هيومن، وده انا مش متخيل هو سهل قد ايه، لان مستوى الصعوبه الثاني اللي هو ديفل هانتر سهل جدا جدا بالاخص في بدايه اللعبه، وما ينفعش تلعب على صعوبه اعلى من كده في بدايه اللعبه بس، لكن لما بتخلصها بيفتح لك كمان اربع مستويات صعوبه زياده بيخلوا اللعبه زي ديفل ميك راي اللي احنا عارفينها يمكن اصعب بكتير كمان. وقال غلطه ممكن تخليك تعيد الفايت كلها من الاول تاني، وده لان هم عاملين حساب اللاعبين الجداد في اللعبه، لان لو واحد جديد على اللعبه لعب ولقى الموضوع بالصعوبه دي بسهوله ممكن يعمل ريفاند للعبه وما يكملهاش وما يشتريهاش تاني. انما اللعبه بتستدرجك لمده 5 ساعات مثلا، خلاص انت مش هتقدر تسيبها وهتكون مجبر تكملها حتى لو بقت اصعب بشويه، بالاخص ان القصه مشوقه جدا والاحداث هتربطك باللعبه وهتبقى عايز تعرف اكتر عن الشخصيات بالاخص في. انما بعد ما تلعب حوالي 8 او 9 ساعات اللعبه بتتحول لحاجه تانية خالص. مستوى الصعوبه ديفل هانتر بيبقى فيه تحديات وهتحس بتشالنج في اللعبه ما كانش موجود طول اللعبه قبل كده، واللعبه بتتحول تماما لحاجه مرضيه جدا للاعبين القدام، لانها في البدايه كانت فعلا محبطه من ناحيه مستوى الصعوبه. انما النص الثاني من اللعبه بتتقلب فيه حاجات كتيره جدا من ناحيه القصه وسهوله اللعب، فاللعبه في النقطه دي بتتحول من لعبه ممتعه للعبه ممتعه جدا جدا، ودي طريقه قدروا يكسبوا بيها اللاعبين الجداد، وفي اللحظه اللي اللاعبين القدام هيصابوا فيها بالاحباط اللعبه هتعوضهم. بمناسبه التعويض، الابجريدز بتاعت الشخصيات عادي جدا لو عملت حاجه بالغلط او حاجه مش مهمه، لان برضه اللعبه هتعوض.
بعضك. لما بتقتل وحوش او تخلص مهمات بتجمع حاجه اسمها ريد اوربس، ودي العمره بتاعت اللعبه اللي بتشتري بيها كريستالات تزود بيها هيلثك، او جولدن اوربس صحيح لما تموت من غير ما تعيد الفايت من الاول، او تشتري دراع لنيرو او تعمل ابجريد للكومبوهات بتاعت الاسلحه. ابجريد الكومبو مش بيخلي السلاح اقوى او الشخصيه اقوى، فاللعبه مش ار بي جي، هي لعبه هاجن سلاش، بس الكومبوهات الاكتر بتخليك تعمل ضربات منوعه اكتر، ولما تعمل كومبوهات مختلفه ده بيضاف عندك في حاجه اسمها ستايل بوينتس، واللي في النهايه هيدي لك ريد اوربس زياده. في موش اسلحه، فهو بيعتمد على الوحوش اللي بيستدعيها بجانب العصايه اللي معاه اللي بيخلص بيها على الوحوش الضعيفه. نيرو مع سلاحين بس، وهما السيف بتاعه ريد كوين والمسدس بتاعه بلو روز، بالاضافه لدراع الميكانيكيه اللي بيغيرها وسط الكومبات بدراع مختلفه بتعمل حاجه تانية. فكل دراع ليها وظيفه معينه، زي مثلا دراع بتعمل ضرب الكهرباء، او دراع بتخليه نط عالي، او دراع بيخليه هيل، وغيرهم من حاجات تانيه مختلفه كتيره جدا بتخلي نيرو ممكن يعمل كومبوهات كتيره قوي. بالطبع دانتي معاه اسلحه كتيره، وكل سلاح ليه 4 ستايلات بتغير ما بينهم، لكن بشكل اساسي معاه سيف ومسدس، بالاضافه للاسلحه التانيه منهم موتوسيكل وطاقيه، ودي عادي جدا بالنسبه لشخصيه زي دانتي ممكن تلاقيه في يوم من الايام بيحارب بشراب عادي. الكنترولز بالكنترولر عاديه جدا، ما فيهاش حاجه مختلفه او مميزه، لكن المميز هو الكنترولز على البي سي، لان ده اول جزء من السلسله بغض النظر عن الجزء اللي نزل في 2013 يكون فيه ماوس وكيبورد كنترولز مظبوطه. بالعكس بتخلي الكومبوهات بنيرو اسهل انك تعمل حاجات معقده، لان نيرو عنده كومبوهات كتيره جدا، على عكس دانتي اللي الكيبورد مخليها الكنترولز بتاعته صعبه شويه، لان تغيير الستايل وسط الكومبات بالكنترولر اسهل بكتير جدا من الكيبورد. بالنسبه لفي فعادي جدا، هو كده كده شخصيه سهله ما فيهاش اي صعوبه في التحكم. اللعبه شكلها مقلوب بالنسبه للاعبين القدام، وفي نفس الوقت معموله بستايل جديد ماشي مع العاب الجيل الحالي، ودي خلطه صعبه جدا، خلطه ترضي اللاعبين القدام وفي نفس الوقت تكون مقبوله بالنسبه للاعبين الجداد. تصميم العالم متبع نفس الستايل بتاع السلسله عموما، هو ان كل كورنر فيه حاجه مستخبيه، ولو دورت كويس في اي مكان هتلاقي مكان سري جواه حاجه تكافئك. الاختلاف الوحيد ان الاسرار في الاجزاء اللي فاتت كانت اطول من كده، مش مجرد انك تبص في كورنر، فاحيانا بيكون السر عباره عن طريق تاني مليان وحوش وتحديات واحيانا كمان الغاز. الاسرار والاماكن السريه في الجزء الخامس مش بنفس العنف، لكنها كتيره جدا، بس غير كده كل حاجه مالوفه ومقبوله في نفس الوقت، بالاخص من ناحيه تصميمها والمؤثرات البصريه للضربات والكومبوهات المختلفه، انك تستخدم مؤثرات بنفس ستايل المؤثرات القديمه لكن بتقنيات احسن وحاجات جديده وبكواليتي اعلى، دي حاجه انا ما كنتش اتخيل ان في يوم ممكن اشوفها في ديفل ميكراي لو اتعاملت بستايل العاب الجيل الحالي، بالاضافه طبعا للموسيقى اللي بتتفاعل مع الفايتس وبتنتهي مع نهايه الفايتس بطريقه جميله جدا. بالاضافه لوجود اضافات على شكل دي ال سيز للعبه بتضيف الموسيقى بتاعت الاجزاء القديمه للفايتس، واللي بيدي لك شعور نوستالجيك حلو قوي. فهي كانت لعبه مليانه بالمفاجآت، على الرغم ان في بدايتها كانت محبطه بعض الشيء، لكن بسرعه جدا اللعبه عوضت الاحباط ده بحاجات كتيره جدا مرضيه ورا بعضها. وكلاعب قديم للسلسله قدرت حاجه زي كده، لان من مصلحه السلسله انها تكسب لاعبين جداد، فكان لازم كابكوم تعمل حساب اللاعبين الجداد في لعبتهم عشان توسع محبينها، وفي نفس الوقت لازم تحافظ على اللاعبين القدام، واللي فعلا قدروا يعملوا كده بطريقه مبهره جدا. فديفل ميك راي اضافه عندي قائمة اللعب اللي لازم تلعبها. كده نكون وصلنا لنهاية المراجعة بتاعتنا، ما تنساش تقول لنا انت مين وعايز ايه من اللينك تحت في الديسكريبشن، ولو عجبتك المراجعة يا ريت تعمل لايك، ولو انت جديد في القناة اول مرة تشوفنا يا ريت تشرفنا وتعمل سبسكرايب، ولحد الفيديو اللي جاي سلام.